أدوات التحديد Selection. معنى التحديد في الإلستريتر يختلف عن فوتوشوب، فالمقصود بالتحديد هنا هو تنشيط شكل أو كلمة لتنفيذ أحد أوامر البرنامج عليه. لدينا أداتين في غاية الأهمية وهما Selection Tool السهم الأسود وال Direct Selection Tool السهم الأبيض. شو الفرق بينهم؟ السهم الأسود وظيفة تحديد كل الباث، السهم الأبيض تحديد نقطة Anchor Point أو أكثر. الأسود ملحوظة هامة، تعمل أداة السهم الأسود كأداة تحريك وترانسفورم في نفس الوقت. السهم الأبيض لا يقتصر استخدام السهم الأبيض فقط على تحديد Anchor Point، وإنه تستخدم في التعامل مع أجزاء من الأشكال المرتبطة ببعضها مثل جزء من جروب أو كليب ماسك أو بلند. لتحديد شكل ما كل ما علينا هو اختيار أداة Selection Tool السهم الأسود ونضغط كليك على الشكل يلي نريد تحديده. لتحديد أكثر من شكل نستخدم ما يعرف بالمارك كما هو موضح بالصورة. يعني مثلا عندي أكثر من شكل، بنروح على السهم الأسود نضغط نعمل مارك فحددنا أكثر من شكل، نضغط كليك ونسحب. تحديد أكثر من عنصر بشكل منفصل، نضغط كليك بدأت السهم الأسود على أو لشكل ثم نضغط شيفت كليك على الشكل الثاني. يعني نضغط هيك، نضغط شيفت وكليك على الشكل الثاني والثالث وهيك. نعمل نسخة من شكل أو أكثر أو كلمة، نحدد العنصر أولا بذات السهم الأسود، بعدين نختار الأمر كوبي من قائمة إديت أو كنترول سي، كوبي أو كنترول سي. الجروب، كلمة جروب معناها مجموعة من الأشكال مرتبطة ببعضها لوجود علاقة تصميمية بين هذه الأشكال كمجموعة من الورد أو مجموعة من الكلمات بدنا نحركها أو نكبرها أو نصغرها مع بعض. كيفية عمل الجروب؟ نفتح ملف العمل ونحدد الشكل اللي بدنا، أشكال اللي بدنا نجمعها بالسهم الأسود. نختار الأمر جروب قائمة Object جروب. من الممكن عمل جروب عندما نقف كليك يمين ونختار الأمر جروب. خلينا نتراجع، نعمل كليك يمين وجروب. لفك الجروب نحدد جروب بالسهم الأسود ونقف كليك يمين ونختار أن جروب. ونفس الأمر راح نلاحظه بقائمة الأوبجكت. Ungroup. العزل Isolation Mode. معنى كلمة Isolation Mode هي عزل عنصر معين لنعمل عليه هو فقط بدون باقي عناصر التنسيق. يمكننا عمل عزل لشكل داخل جروب عندما نختار أداة السهم الأسود ونضغط دبل كليك على الجروب. خلينا نجمعه لجروب، دبل كليك على الجروب فبالتالي عزلنا سنلاحظ أن كل الأشكال أصبحت أقل وضوح ما عدا الشكل اللي عزلناه. ونجد أيضا شريط رمادي في أعلى الواجهة، هذا هو دليل على أنه عزلنا، على أننا في حالة العزل.
للخروج من Isolation Mode نضغط دبل كليك في أي مكان أو نضغط لوحة المفاتيح Escape. Fill والStroke، كلمة Fill معناها الملء الداخلي للشكل، وكلمة Stroke معناها حد خارجي حول الشكل. راح نلاحظ أنه بأسفل التول بانل كل ما يخص الفيل والستروك، هاي فيل وهاي ستروك، التحويل بين الفيل والستروك سواب، ولون الفيل والستروك أسود أبيض دي نون، لون شفاف جراديانت تدريج لوني، وسوليد كلر لون مصمت بدون تدريجات. طبقات Layers تعتبر Layers من أكثر مزايا برنامج Graphics، فهي تسهل التعامل مع عناصر التصميم مما يتيح لنا تنظيمها والقدرة على إظهارها أو إخفاءها، وحتى حماية اللايرز من إجراء أي تعديل عليها. كل ما يخص اللايرز موجود في اللاير بانل من الويندو لايرز، أو F7.